مونوسايت معناتها عندنا نيوكليوس عبارة عن not segmented، بينما الثانية segmented، في منها بعضها polymorph يعني segmentation about 5 segments، وفي بعضها منها 2 segments زي الإيبوفيل. وبينما المونوسايت عبارة عن النيوكليوس عبارة عن not segmented. إذن الآن عرفنا الآن cells in the blood اللي هي segmented and not segmented. طيب الآن هنركز إنه النيوتروفيل لما يروح للتشيو هيبقى اسمه برضو نيوتروفيل أو برضو نسميه polymorph nuclear cells in the tissue. لكن المونوسايت لما تروح للتشيو هيتغير اسمها. عارفينها أو ما عارفينها هذا مهم عندنا في الإيميونيتي ودايما بيجي سؤال. طيب الآن نركز إنه المونوسايت هي في الدم. When it migrates to the tissue it becomes macrophage. طيب هلا المونوسايت والماكروفاج عملها فاجوسيتيك سيلز، خلايا بالعة، خلايا بلعمة، البلعمة أو البلع، تبلع المايكرو أورجانيزم الغريب. إذا الآن البوليمورف اللي هي النيوتروفيل والماكروفاج اللي أصلها مونوسايت هي فاجوسيتيك سيلز. الآن الفاجوسيتيك سيلز أو بنسميها فاجوسايت نفس الحاجة، أحيانا بنقول فاجوسايت أو فاجوسيتيك سيلز. إلى الآن ماشيين؟ الآن نجي للي قبلها الإيزينوفيل الحامضة. الحامضة هي مسؤولة عن الباراسايتس وخاصة في الباراسايتس عن الورمز يعني هي الديدان، عن الورمز عن الديدان. إذا الآن عم نعين سبيسيفيكلي كل واحدة متخصصة في ايش؟ نيوتروفيل مونوسايت اسمها ماكروفاج فاجوسيتيك سيلز، انتهينا. الآن الإيزونوفيل باراسايت وأيضا لها وظيفة في الليري. البيزوفيل وخلية أخرى موجودة في التشيو اسمها ماس سيلز، these are both responsible for allergies. إضافة إلى البليتلتس، هلا في هنا هذا إذا البيزوفيل والماست سيلز والبليتلتس responsible for allergies. الآن كل خلية من الخلايا قلنا إيش وظيفتها. ننتقل لليمين اللي هناك. الخلايا الليمفاوية في الدم في عندنا ثلاثة حاجات. في عندنا NK اللي هي natural killer. Natural killer. وفي عندنا L يلي هي lymphocytes. Lymphocytes يلي محطوطة L عندنا نوعين B والT. B lymphocyte وT lymphocyte. حنشوف فيما بعد، طبعا انتوا اخذينها من قبل، لكن حنشوف فيما بعد من فين جاي الاسم B and T lymphocyte. إذا الآن عندنا B lymphocyte أو بنسميها B cell وعندنا T lymphocyte أو بنسميها T cell. الآن الناتشورال كيلر هي الليمفوسايت وبنسميها لارج جرانيولار ليمفوسايت. بيجي سؤال هذا، اذا الان ال جي ال لارج جرانيولار ليمفوسايت مين هي؟ الناتشورال كيلر هي ليمفوسايت لكن مسؤوله في ناتشورال اميونيتي. ماشي؟ اذا مسؤوله في الناتشورال اميونيتي مش في السبيسيفيك اميونيتي. مسؤولة في الناتشورال اميونيتي عن حاجتين، برضو هذا بيجي سؤال. عن إزالة الفيروس انفكتد سيلز، السيلز اللي هي داخلها فيروس، وعن التيومر سيلز. ماشي؟ إذا ناتشورال كيلر ثلاثة حاجات تتذكر ليهم، اسمها الثاني ايش؟ LGL يلي يعني ستاند فور وات؟
لارج جرانيوفروسايت، هذا واحد مسؤول عن مين؟ عن virally infected cells و tumor cells. بعدها بالليمفوسايت عندنا B cells و T cells. ال B cells و T cells موجودة في الدم، لما تروح للتشيو وفي التشيو بتروح على organs نسميها secondary lymphoid organs، هنشوف فيما بعد. إذا في التشيو في الدم بتروح التشيو على أماكن اللي هي secondary lymphoid organs، الأعضاء الليمفاوية الثانية أو الثانوية ليست الأولية، فتعطي نفس الاسم B lymphocyte و T lymphocyte. البي لمفوسايت والتي لمفوسايت مسؤولة عن أي immunity، عن الناتشورال ولا specific؟ عن specific immunity. ماشي؟ إذا الآن يلي على اليسار دول اللي هو الوايت بلاد سيلز قلنا مسؤولين عن الناتشورال immunity، وحيكونوا برضو بريدج هنشوف فيما بعد مع specific immunity. الآن لمفوسايت مين هم مسؤول منهم عن natural immunity؟ LGL. عن أي شيء؟ two types of cells، viral infected cells و tumor cells. بينما B lymphocyte و T lymphocyte مسؤولة عن specific immunity. طب مسؤولة عن specific immunity، هذا كل ما بدي اشتغل بدي اسوي كذا. نعم، قولي قولي قبل ما تشتري الحاجة قولي ايش هتسوي؟ اضغط لا انا خصوصا ما راح اضغطها، خصوصا لانه ياخذ مني وقت انا عارف ايش هتسوي. طيب الان اضغط الناقص يا دكتور، تعال اضغط يزغر. ايوه 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 كويس؟ كويس؟ خلاص طيب ممتاز كده؟ الحمد لله. طيب الآن الخلايا النفاوية ثلاثة أنواع، واحدة منهم للناتشرال إيميونيتي اللي هي ال جي ال، والاثنين لمين؟ specific immunity أو acquired immunity يلي هي ده. هلا البي لينفوسايت أو البي سيل لما تروح للتشيو بتشيو في أي organs؟ في secondary lymphoid organs، هنشوفها فيما بعد. ما تنسى secondary lymphoid organs، لأنه في secondary lymphoid organs حيصير المعركة ما بين الخلايا الليمفاوية، هذا الجهاز المناعي، والمايكرو اورجانيزم. اذا دائما نتذكر في السكندري بتصير المعركه، المعركه دائما بنسميها حنشوف مع بعض الاميون ريسبونس، الاستجابه المناعيه، حتصير المعركه. طيب هل لما تصير المعركه ويقابل البي لمفوسايت والتي لمفوسايت تقابل الاجسام الغريبه اللي هي الميكروبز والى اخره، حيسوي ايش؟ الان البي لمفوسايت هتتحول إلى حاجة اسمها بلازما سيل، وحتعطينا برضو جزء يلي هو خلايا ذاكرة لمفاوية بي لمفوسايت ميموري. ليه؟ لأنه فيما بعد بواسطة الميموري هذا هتكون الإميون ريسبونس أسرع. تفضل. هو البلازما سيل اللي هو حيكون الجلوبين، ايش باجوسايت؟ ما لا البلازما سيل اللي هو الجلوبين، حيدينا جلوبين صح؟ ايش هو؟ جلوبين من انتي بادي. ايش هو البلازما سيل؟ الان حسب ما عم اتكلم اسالني بعدين انا حجيب. الى الان فاهمها؟ طيب اذا حتعطينا، لانه انا ما حتركك حجيب. طيب ايه الان حتعطينا حاجتين، بلازما سيل وميموري سيل. الان البلازما سيل هي اللي حتفرز الانتي بادي، هي اللي هي حتفرز الانتي بادي. طبعا حنشوف سلايدات اخرى الانتي بادي هي عباره عن بروتينات واسمها ايمينوجلوبولين. اذا الان الضاد، فاهمين؟ اذا تفرز الضاد اجسام مضاده.
إذا الآن لو حيجيك لي سؤال في MCQ إن كان عندي أو بعد ما تتخرج حتقدم لامتحانات الجراحة أو امتحانات يجيك السؤال الآن مين يفرز الأنتيبادي إذا إجاك في الخيارات بي لمفوسايت تي لمفوسايت دندريتك سيل إلى آخره مين حتنقي بي لمفوسايت لكن إذا اجتمع بنفس MCQ بي لمفوسايت وبلازما سيل أكثر بلازما سيل لأنه هي يلي حتتطور من بي لمفوسايت إلى بلازما سيل واحد إذا مون سبيسيفيك البلازما سيل لكن إذا ما ذكرت البلازما سيل حنلاقي البي لمفوسايت لأنه أصل البي لمفوسايت أصل البلازما سيل هي البي لمفوسايت تفضل دكتور ما بستعجل بس هل في تي لمفوسايت ميموري؟ نعم هل في تي لمفوسايت؟ حنجيك إن شاء الله إذا الآن حتعطينا بي لمفوسايت ميموري وتي إذا الآن عم نتكلم على الوظائف يعني على اليسار كلام كل واحدة وظيفتها البي لمفوسايت وظيفتها إيش؟ إفراز الأنتيبادي بتتحول إلى بلازما سيل لكن لها برضو وظيفة أخرى فهمت؟ لها وظيفة حد يعرف إيش وظيفتها الأخرى؟ وظيفتها الأخرى وظيفتها الأخرى هتكون هي أنتيجين بريزنتينج سيل حنشوفها الآن طيب إذا أنتيجين بريزنتينج سيل حنشوفها لكن إضافة للخلايا يعني ذكرناها دول الخلايا الوايت بلاد سيلز والليمفوسايتس في عندنا خلية أخرى يلي بنسميها دندريتك سيل دندريتك سيل زي ما شايفين الصورة هاي يعني هي الخلايا المتغصنة لها فروع كثيرة إذا جاي من شكلها من دندريتك المتغصنة الدندريتك سيلز الآن هي موجودة inactive في البلد immature في البلد لكن لما تصير mature تروح للتشيو موجودة في التشيو وفي أماكن معينة في التشيو لازم تكون أخذتها في الهيستولوجي ما حتعمق الآن فين موجودة لكن الآن اللي يهمني إنه إضافة للخلايا دول كلها في عندي حاجة اسمها dendritic cell الآن dendritic cell لاحظ عندي dendritic cell مع بالأسفل مع البي لمفوسايت مع شايفين دندريتك سيل دندريتك سيل مع الماكروفاج ماكروفاج قلنا هي فاجوسيتك سيل فاجوسيتك سيل دندريتك سيل مع الماكروفاج مع البي لمفوسايت هي أنتيجين بريزنتينج سيل إيش أنتيجين بريزنتينج سيل؟ حيشوفها في حصة كاملة معناتها بتقدم الأنتيجين الجسم الغريب إلى التي لمفوسايت نعم كل واحدة الحال ولا تندمج مع بعض؟ مين؟ هي كل واحدة الحال ولا تندمج مع بعض؟ لا كل واحدة لحال كل واحدة ليها نفس الوظيفة برضو الدندريتك سيل هي أنتيجين بريزنتينج سيل وليها وظيفة فاجوسايتوسيس لحاجات معينة. إذا الآن بي لمفوسايت أنتيجين بريزنتينج سيل والدندريتك سيل والماكروفاج. إذا سألنا أنتيجين بريزنتينج سيلز مين هم؟ بشكل عام نقول ماكروفاج دندريتك سيلز والبي لمفوسايت. ماشي؟ إذا الآن إضافة للخلايا دول ذكرنا خليتين مش موجودين هون يعني هي الدندريتك سيل وقبلها قلنا الماس سيل موجوده في التشيو مسؤوله عن الالرجي ماشي اذا الخلايا اون اميونيتي خلايا الدم مع تو تشيو سيلز دندريتك سيلز والماس سيل ماس سيل ايش وظيفتها ماسل الليرجي ما تنسى ماسل الليرجي هي والبيزوفيل مع الفيكت دندريتك سيل ماكروفاج والبي لمفوسايت انتيجين بريزنتينج سيل الان الخلايا كلها هاي اللي ذكرناها من فين جاي وفين مصدرها في البون مارو اذا كلها جاي من البون مارو تحت اسم هيموبويتيك سيستم
هي هيموبيتيك سيستم. اذا اصلها كلها في البون مارو، واصلها كلها من خليه وحدها اسمها الخليه الجذعيه ستيم سيل الجذعيه او ستيم سيل، هي اللي تعطي كل السيل. الان في البون مارو اللي يهمني يا ابني، اللي يهمني في البون مارو في عندنا جزئين قلنا عن خلايا لمفاويه ووايت بلاد سيلز. الان لما حتعطي الوايت بلاد سيلز مع الار بي سيز مع البليتلس حتعطيني قسم بنسميه مايلويد. اذا الان لما بيجيك الام سي كيو الان مايلويد بننقي اليسار كله يلي هو وايت بلاد سيلز ار بي سيز والبليتلس. لكن لما حتعطي الليمفويد سيلز يلي هم ثلاثه انواع نعطي القسم اللي هو ليمفويد ستيم سيل. ماشي؟ الان يلي حتعطينا البليتلت حتتفرج الى حاجه اسمها ميكروكاريوسايت والحياة تاعها ستيم سيل، ويلي حتعطينا الار بي سيز ريترويد، ويلي حتعطينا الوايت بلاد سيلز جرانيولوسايت مونوسايت. ليش؟ لانه عندنا ثلاثه جرانيولوسايت قلنا النواه تبعها مفصصه وواحده مونوسايت. اذا ستيم سيل او برانش بنسميه جرانيولوسايت مونوسايت ستيم سيل. اذا المايلويد حيتفرق الى ثلاثه، بينما الليمفويد الليمفويد على ثلاثه خلايا ليمفاويه صح؟ ثلاثة اللي هو ناتشورال كيلر والبي لينفوسايت. بتابع تطور الليمفويد ستيم سيل، بتابع تطورها تعطينا البي لينفوسايت والناتشورال كيلر في البون مارو في البون مارو. لكن عشان تعطينا التي لينفوسايت راح تهاجر الى الثايمس، وفي الثايمس حيصير تطور اللي هو الليمفويد ستيم سيل الى ثايموسايت اللي هو تي لينفوسايت. اذا تي لينفوسايت جاي من كلمه ايه؟ ثايموس ديرايفد، البي لينفوسايت بون مارو ديرايفد. ماشي؟ طيب الان اذا من الحاجه اللي قلناها اول الخلايا الليمفاويه فين صارها ديفلوبمنت علشان تعطينا بي لينفوسايت وتي لينفوسايت في البون مارو وفي الثايموس. فلذلك مكان تطورها في البون مارو في البون مارو في الثايموس بنسميها برايمري ليمفويد اورجانز. اذا دول الاثنين برايمري ليمفويد اورجانز. بعدين حتروح للدم، ومن الدم حتروح للاماكن حقت المعركه حقت الاميون ريسبونس. ماشي؟ حقت الاميون ريسبونس ايش حنسميها بدل البرايمري؟ ايش حنسميها؟ سكندري. اذا بعدها بعدها حتروح للدم، ومن الدم حتروح و للسبلين والليمف نودز. سبلين والليمف نودز في عندي برضو حاجات اخرى حنشوفها فيما بعد. الان الاماكن هاي اللي حيصير فيها المعركه والمقابله مع الاجسام الغريبه مع المايكرو اورجانس بنسميها سكندري ليمفويد اورجانس. إذا إلى الآن cells involved in immunity كم نوع من الإيميونيتي؟ نوعين. إذا عرفنا إنه في النوعين دول في different cells في different cells في bridge ما بين الناتشورال والأكوايرد يلي هي الأنتيجين presenting cells الأنتيجين presenting cells. إذا الآن لما بتكون الناتشورال اميونيتي والاكوايرد اميونيتي ميدييتد باي سيل يلي شرحناهم بنسميها النوع هذا بنسميه سيلولار. ليش؟ معناتها ميدييتد باي سيل. هل عندنا حاجه في الاميونيتي هاي نوت ميدييتد باي سيل؟ يس. حنشوفها الان. مين يعرف لي زي ايش مثلا؟ الكانسر.
طيب إذا الآن mediated by cells اللي ذكرناهم مسلم immunity cellular immunity natural cellular acquired cellular. ليش؟ لأنه عندنا immunity not by cellular. معلش ذكرت الاكواير اللي هو سبيسيفيك اللي يكون فيه انتي بادي صح؟ اكواير سبيسيفيك يعني يكون فيه انتي بادي لكن في عندنا خلايا عندنا في فيها خلايا حتفرز الانتي بادي وحيشوف الان حاجه حيشوف الان طيب الان اذا السيلولا ميديتد باي سيلز زي ما شفنا الان الناتشرال ايميونيتي مين هي الخلايا الليمفاوية يعني في ناتشورال ناتشورال كيلر بالإضافة إلى الفاجوسايتس الآن سيلولار إيميونيتي ميديتد باي سيلز عندنا تي لمفوسايت هنتعلم حاجة الآن التي لمفوسايت في عندنا نوع منها من حجم سي تي سي يعني سايتوتوكسيك إذا عندنا جزء من التي لمفوسايت يلي هو سايتوتوكسيك وظيفته زي الناتشورال كيلر قتل الخلايا يلي فيها مايكرو اورجانيزمز قتل الخلايا لكن هنا ناتشورال لكن هنا سبيسيفيك اذا سايتوتوكسيك معناتها كيلينج ماشي اذا يختلف انه الناتشورال كيلر مسؤوله عن ناتشورال ايميونيتي ومسؤوله عن نوعين من الخلايا virally infected cells والتيومر لكن تي سايتوتوكسيك مسؤولة عن bacterial infected cells specifically هنا specific دائما يجي سؤال هذا specific لأنه هنا في الأكوير وهذا non-specific ماشي إذن الآن زي ما شفنا الأكوير والناتشورال ممكن تكون بايسيلورا وهذا الإجابة على سؤالك هنا أيوة هذا السؤال طيب الآن هل في عندي حاجات غير السيلولا نعم في الأكوير مين حقوق هنا الأنتيبادي فمعنى الأنتيبادي هو عبارة عن بروتين ليس سيل إذن الآن حقوق حاجة هنا نون سيلولار الأنتيبادي هو بروتين والبروتين تعرف إنه هو سوليبل ذواب في الماء ركز لي على كلمة سوليبل ذواب في الماء بروتين سوليبل برضو هنا في عندي بروتينات انزيمز عبارة عن بروتينات في عندي أسيدز البروتينات كلها ذوابة في الماء إذا هحط هنا الحاجات هلا يعني هي نون سيلولر يعني هي ذوابة في الماء إذا الحاجة الثانية كان هنا أو كان هنا سوليبل فاكتورز زي إيش هنا قلنا الأنتي بادي صح وهنا إيش حاجة اسمها كومبليمنت هنشوفها فيما بعد لكن حبستي هذا الكومبليمنت انزيمز الكومبليمنت انزيمز سوليبل فاكتورز والاسيدز اي حاجه سوليبل اتعلمها الان غيري ما حد حيذكرك اياها اي حاجه سوليبل فاكتور انفولد ان اميونيتي بنسميها هيومورال لما تسمع مناعه خلايايه او هيومورال اميونيتي معناتها ميديتد باي وات باي سيل نو باي سوليبل فاكتور طيب الآن الأكوايرد هيومرال مين هي الأنتيبادي ميدييتد لأنه الأنتيبادي هو بروتين وهو سوليبل ماشي بينما هنا عندنا بالناتشورال عندي الكومبليمنت والإنزيمز والأسيد كلها هاي هيومرال إذن كلمة هيومرال معناتها ذوابة في الماء لما نقول سبيسيفيك نعني فيها مين الأنتيبادي ماشيين إلى الآن إذا الآن عندنا قسمين من كل واحدة هيومرال وسيليولر الهيومرال اللي هي سوليوبل باكتر ماشيين إلى الآن في أحد عنده أي سؤال حنضيف حاجة للأنواع للناتشرال إيميونيتي حنضيف حاجة هنا غير دول الاثنين يلي هي ميكانيكال بيرير ميكانيكال بيرير يلي هي الحواجز الطبيعية يلي هي مين؟ سكين والميوكس ميمبرينز وإلى آخر والسيليا حنشوفها إذن الآن ميكانيكال بيرير حواجز آلية أو نسميها أناتوميكال أحيانا أناتوميكال طيب الآن علشان
شفنا دول الآن في الناتشرال إيمينيتي. علشان نفهم الثلاثة دول أكثر حنفوت في كل واحدة ونشوفها بجزء من التفصيل. ميكانيكال ميكانيزم أول واحدة يلي هو مين؟ سكين والميوكاس ميمبرين. هل هم هيومرال؟ هل هم سيلولار؟ إذا هم إيش؟ بيريار يلي هي حواجز حاجز. هذه ناتشرال دكتورة. طبعا في الناتشرال عم نتكلم على الميكانيزمز اوف ناتشرال ايميونيتي. اول حاجه ميكانيكال يلي هو البارير. بارير اللي هو بريفنت انترانس اوف مايكرو اورجانيزم. اذا اول حاجه في عندنا حواجز تمنع دخول المايكرو اورجانيزم. لكن اذا حصل خشش في الجلد او حصل اي حاجه او شيء دخل المايكرو اورجانيزم, يعني المايكرو اورجانيزم اوفركم دي الميكانيكال بارير حيدخل للداخل. الان لما حيدخل للداخل حيواجه مين؟ السيلز. اضافه الى دول في الميكانيكال بارير في عندنا حاجات اخرى. في عندنا برضو التيرز واليورين. التيرز واليورين الان بيدخلوا في الميكانيكال ميكانيزمز كحركه. ليش؟ لانه الواشنج اكشن, عم نتكلم واشنج اكشن اوف تيرز اند واشنج اكشن اوف يورين موكا كيميكال لا كحركه. واشنج اكشن تدخل تحت الميكانيكال ميكانيزم. نعم. يعني ايش واشنج؟ نعم واشنج غسيل, يعني لما تنزل ينزل الدموع يغسل العين. لما وين ذا يورين باس بيغسل المجاري البوليه. طب دكتور اللي ما يبقوا هذول العيون ما نعم اللي ما يبقوا يلي ما يبقوا ما يدمر ايوه هذول كيف تنظف عيونك؟ كيف بيبعثون قطرات الان في عندنا حاجه ثالثه يلي هي السيليا. السيليا برضو في عندي حاجه اسمها the beating action. beating action يلي هي الحركه التبعوجيه العضيه. ليش الان البيتنج اكشن للسيليا الاهداب يلي هي في الميوكس ميمبرين في الريسبيراتوري تراك بواسطه البيتنج اكشن بتعطينا كونتينوس موفمنت تو ذا اكستيريور. اذا البيتنج اكشن توورز ذا اكستيريور انفايرومنت فلذلك كيبينج ذا لانج فري اوف ذا مايكرو اورجانيزم. اذا دول عباره عن الميكانيكال. نجي للكيميكال. الكيميكال يلي هي حتكون تحت مين؟ الهيمورال. حنكون فيها الاسيد في الستومك في الفجاينا وفي السكن. في السكن في عندي فاتي اسيد, في عندي الانزيمز يلي هي فور لايسز بنسميها اللايزوزايم. انزيمز فور لايسز موجوده في التيرز. اذا الان التيرز ما عم نحكي ما عم نتكلم على الواشنج اكشن. في اليورين هنا ما عم نتكلم على الواشنج اكشن, لا الواشنج اكشن حطيناها في الميكانيكال, لكن عم نتكلم على وجود لايزوزايم في التيرز في البلد في السويت في اليورين. رقم ثلاثة في عندي مواد بروتينية في الدم اسمها كومبليمنت سيستم. مواد بروتينية حناخد حصة كاملة على الكومبليمنت سيستم, لكن بتركز الان في عندي الكومبليمنت سيستم بصير لها اكتيفيشن و بتسوي الاكشن اما بكلاسيكال باث واي او بالالترناتيف باث واي. الان بتركز لي الان اي واحد من دول هي عباره عن ميكانيزم اوف ناتشورال ايميونيتي الالترناتيف باث واي ليس الكلاسيكال. اذا في الام سي كيو لما بيجيك complement system natural immunity منك بمين؟ alternative pathway. اذا عندي طريقين, الطريق الكلاسيكي وطريق الخيار الاخر alternative. alternative هو عباره عن the pathway او the mechanical the complement system of the natural immunity. دكتور ما في كلام هذا في الهيمورال دكتور؟ نعم هيمورال برضه لانه الكومبلمنت عباره عن مواد بروتينيه. والكيميكال اللي قبلها كانت كل اي حاجه سوليوبل وكيميكالز هي هيمورال.
معلش دكتور ممكن تفهم بروسيس نعم الكومبليمنت ما حتفهمها الان ككومبليمنت في حصه كامله على الكومبليمنت لكن حتفهم الان كومبليمنت عباره عن مجموعه بروتينات مسؤوله عن تدمير الخلايا الاجسام الغريبه فبتدمر الاجسام الغريبه بكم طريق بطريقين الطريق الالترناتيف هو عباره عن ناتشورال الكلاسيكال سبيسيفيكيشن اللي بيحتاج للانتي بادي اذا بننقي مين الالترناتيف الان بما انه الكومبليمنت عباره عن مواد بروتينيه هل هو هيومورال لما السيلولر هيومورال النقطتين دول هو هيومورال والالترناتيف باث واي هو الداخل في ناتشورال بينما الكلاسيكال باث واي في سبيسيفيك في عندي جروب ثاني من البروتينات بنسميها سايتوكاينز والسايتوكاينز ريليس ديورينج انفلاميشن الشيء المهم سايتوكاينز عندنا حصه كامله برضو على السايتوكاينز الشيء اللي يهمني الان انك بدك في عندي نوع من السايتوكاينز بنسميه انترفيرون والابريفيشن حقته اي اف ان الان الانترفيرون يلي هو النوع من السيتوكاينز involved in natural immunity وبالاخص في عندي الفا وبيتا وجاما الالفا والبيتا هما involved in natural immunity بينما الجاما involved in specific اذا الان في السيتوكاينز يهمني الانترفيرون اي نوع من الانترفيرون الفا والبيتا دكتور عشان كده يقول لك الجاما تصنع في الليمفويد نعم عشان كده الجاما تصنع في الليمف نودز لا الجاما هتكون في الانيوروس موس وهيشوف سايتوكاين طبعا سوليبل بروتينات سوليبل بيهمني الان فيها انترفيرون الفا وبيتا رقم خمسه الانفلاميشن كلكم عارفين الانفلاميشن لكن اللي يهمني انا في الانفلاميشن انتبه علي يا ابني اللي يهمنا في الانفلاميشن طبعا الان ايش هي علامات الانفلاميشن؟ اللي هما hotness, redness, swelling, pain ماشي؟ الان اذا في مكان الانفلاميشن في عندي الحاجات هاي الحاجات هاي دليل على ايش؟ دليل على انه هذا اللي يهمنا انه الفاجوسيتيك سيلز فاجوسيتيك سيلز خرجت من البلد وراحت للتشيو وفي الاماكن في المكان اللي صار في انفلاميشن صار في فاجوسايتوسيس يعني هو البلع اذا الهمني في الانفلاميشن هنا انه في عندي فاجوسايتوسيس ولما يصير فاجوسايتوسيس تعطيني العلامات اللي هي hotness, redness الى اخره طيب هلا الان اذا في الانفلاميشن في الايمونولوجي يهمنا الفاجوسايتوسيس في المكان الانفلاميشن صار في فاجوسايتوسيس يهمنا حاجه اخرى خلينا معا في الانفلاميشن قلنا في الانفلاميشن تابعه برضه للهيومرال ايمونيتي يعني فيها بروتينات لما نقول فاجوسايتوسيس هل هي هيومرال؟ لا سيلولار لكن في الانفلاميشن في عندي بروتينات اهم حاجه في البروتينات يعني تفرز في الانفلاميشن يعني هي سي ار بي سي ار بي ريليتد تو سي رياكتيف بروتين اذا في الانفلاميشن البروتين يلي هو هيومرال يلي هو سي ار بي سي ار بي هو من مجموعة البروتينات يلي بنسميها أكيوت فيس بروتين إذا دول النقطتين الآن هيومرال انفلاميشن في عندي بروتينات مثال البروتينات مين؟ سي آر بي من أي مجموعة؟ من الأكيوت فيس بروتين إنكريس إن انفلاميشن و سي آر بي من مجموعة الأكيوت فيس بروتين باينز تو أورجانيزمز and activate the complement system. إذا الآن في الانفلاميشن في عندي سيلولار وفي عندي هيومرال.
مين الدليل على الهيومرال؟ سي رياكتيف بروتين لانه بروتين عام. قلنا في عندي فاجوسايتوسيس بالانفلاميشن. طيب الان فاجوسايتوسيس بالانفلاميشن متى يحدث؟ لما المايكرو اورجانيزم يتجاوز يعني هو الحاجز يعني هو السكن والميوكاس ميمبرين. لما المايكرو اورجانيزم اوفركم سكن اند ميوكاس ميمبرين فالان حيبقى recognized تبعاً يعني بالله will be recognized by receptors. receptors هاي نسميها TLR toller receptor. toller receptor خدوها من قبل toll like receptor. إذن الآن الحاجة المهمة لما حيصير phagocytosis حيبقى حيتميز الميكروأورغانيزم بواسطة تولر ريسبتر. هذه السيلير دكتور؟ نعم. هذه السيلير؟ سيلير لأنه عم نتكلم على الفاجوسيتيك سيلز الآن بس في الفاجوسيتيك في عندي تولر ريسبتر. الآن تولر ريسبتر يعني هي اسمها ايش؟ تول لايك ريسبتر. في عندي منها 1 13 4 40 إلى آخر أعداد كثيرة. إذا تولر تولر ريسبتر موجودة في سيل الفاجوسيتيك سيلز هي جروب من انتبه عندي هي جروب من ريسبتر أخرى اسمها باترن ريكوجنيشن ريسبتر. إذا جروب واسعة يعني هي PRR باترن ريكوجنيشن ريسبتر من ضمنها مين؟ من ضمنها تولر ريسبتر. إذا الآن لازم تعرف بيجيني التولر ريسبتر جروب اوف بي ار ار اللي هي باتر ريكوجنيشن ريسبتر. فين موجوده هاي زي ما قلنا؟ موجوده على الفاجوسيتيك سيلز برضه موجوده على البي لينفوسايت برضه موجوده على خلايا اخرى زي الدندريتيك سيلز. اذا الان بتميز الميكروبز تمييز الميكروب بشكل عام نوت سبيسيفيك بشكل عام انه في عندنا جسم غريب بواسطه تولر ريسبتر الموجود على الفاجوسيتيك سيلز على الدندريتيك سيلز وعلى البي لينفوسايت وخلايا اخرى. اذا بتميز الميكروبز بتميز موليكيولز موجوده على الميكروبز. دكتور معلش اللي قبله رقم خلينا بس لحظه شويه. الان لو لما استعرضنا الان الخمسه انواع الى عند الانفلاميشن ميكانيكال كيميكال كومبلمنت سايتوتوكسيك وبروتينز اوف انفلاميشن يعني بالاحمر هيومرال والاول ميكانيكال وبعدها عندي السيلولار. السيلولار ميكانيزم فاجوسايتوسيس والناتشورال كيلر والان حنتكلم على ناتشورال كيلر والفاجوسايتوسيس حنخليها للحصه الجايه. دكتور نعم الاسود هذا ايش؟ هذا انا الان حطيت هي انفلاميشن اوف بروتينز. ليش؟ انا ركزت على كلمه البروتينز في الانفلاميشن لانه في الانفلاميشن في عندي بروتينز وفي عندي سيلز. السيلز في الانفلاميشن يعني هي الفاجوسيتيك سيلز يعني حتبقى سيلولار. دكتور لما يصير في الانفلاميشن الاثنين يصيروا مع بعض يعني سيلولار وهيمورال الانفلاميشن يصير في اثنين مع بعض سيلولار. طبعا الان لما بصير في الانفلاميشن لما بيكون فاجوسايتوسيس وحيصير معاه برضه افراز سي ار بي وبروتينات حيكون الاثنين مع بعض. ممكن بس خلينا نكمل. خلص الوقت خلاص. نعم؟ فين والله دكتور؟ لحظة شوية. بالنسبة لي أنا أكثر واحد في المدرسين دقيق في الوقت أدخل في الوقت وأخرج في الوقت وأمام الساعة معيرة فاهم علي؟ لكن الآن أنا راح مني أوقات هنا فاهم علي؟ أنا مش مسؤول فاهم؟ أنا وقتي 50 دقيقة
وانا قبل ما اجي هنا معي المحاضره على 50 دقيقه فاهم علي؟ فلذلك انا بدي اخلص الحاجات ماشي؟ طيب الان لا انا ما بدي انا وقتي 50 دقيقه وعارف ايش بدي اتعلم ادخل في الوقت واخرج في الوقت الان ناتشورال كيلر ايش الاسم الثاني؟ ايش الاسم الثاني للنشر الكلام؟ مسؤول عن ايش؟ فايرال انفكتد سيلز والتيومر سيلز ماشي؟ طيب الان لما تسوي كيلينج للخلايا هاي ناتشورال باي فورميشن اوف بورز وتفرز ماده اسمها بيربورين لكن احيانا برضو بمساعده الانتي بادي بنسميها انتي بادي ديبندنت سيل سايتوتوكسيسيتي. طيب الان شايفكم انتبهتوا الحاجه هاي قلناها لاش فايرال انفكتد سيل تيومر سيلز بس الان هاو تو اكت بنخليها للحصه الجايه. في حد عنده يلي يبغى يخرج يخرج الان في حد عنده اي سؤال؟ دكتور ايش ميكانيزم رقم 4 نعم في